السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس أحمد من شركة عين الشمس. وصلنا اليوم جهاز جديد، إصدار جديد من شركة أتل. طبعا شركة أتل معروفة عالميا بأحدث أجهزة الفحص والمسح والبرمجة. خليني أعرفكم على هذا الجهاز، واللي هو جهاز MX808STS. خليني أعرفكم على مواصفاته أكثر ونحكي عنه شوي. وصلنا اليوم جهاز جديد إصدار 2023 من شركة أتل، الشركة العالمية المعروفة. طبعاً نحن وكلاء في الإمارات العربية المتحدة. جهاز MX808STS اللي بيتميز بسرعته الزايدة، بالإضافة إلى TBMS، أيقونة TBMS اللي بتقدر تشتغل عليها على برنامج ضغط العجلات. طبعاً جهاز 808STS اللي بيتميز بسرعته الزايدة والوظائف الخاصة الزيادة اللي تميزت عن الأجهزة الأخرى. خليني أحكي لكم شوي عن هذا الجهاز، واللي هو جهاز عبارة عن 7 بوصة، ذاكرة 64 جيجا بايت، بالإضافة إلى أندرويد 11. طلب هذا الجهاز رجاء الاتصال على هذا الرقم الموجود بأسفل الفيديو، ولا تنسونا من الدعم. شكراً لكم.